السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم مطعم بشكل كويس. هقول له انا عايز ارسم فلور، ابدا اعمل الفلور بتاعت الخلف بتاعتي واقول له اوكي، وبعد كده هقول له انا عايز ارسم الوول، يعني دي الحيطة بتاعتي اهوت، وعايز ارسم حتة تانية بس يكون الارتفاع بتاعها قليل شوية، 1500 مثلا من هنا لهنا. خلي بالك هتحصل رسالة خطأ دلوقتي لأن في حتة هنا مكررة ممكن أمسحها. طيب عايز أبدأ أرسم بقى زي سقف ميل شوية، فأجي هنا من بروجكت أو هدوس هنا وهبدأ أرسم الرفرنس بلين بتاعي أهوت، بالشكل دوت، وأديله ده رقم واحد، وهعمل واحد تاني كوبي وهديله رقم 2. طيب عايز ارسم بقى تكون حيطة مايلة، فاجي هنا في ليفل 1 وهقول له انا عايز ارسم الماس، وهقول له امبليس ماس اوكي، وهبدأ ارسم على الحدود بتاعت الحيطة من فوق اهوت، وأقول له ست بكابلين، وأبدأ أرسم على الحيطة اهيت. طيب ودلوقتي بقى هقول له أنا عايز أرسم بس على الريفرنس بلين نمبر 1 أوكي، وأقول له بقى من هنا دي هنا، تعال نشوف 3D اهوت، اعمل سيلكت على دوت واعمل سيلكت على دوت واقول له كرييت فورم، ظهر معايا الفورم بالشكل دوت. طيب هاجي اقول له بعد كده انا عايز احول الفورم دوت لكيرتن سيستم اهوت، فاختار الحيطه دي وادوس كنترول اختار الحيطه دي وادوس كنترول اختار الحيطه دي واقول له كرييت سيستم، فيبدأ يعمل لي بالشكل دوت. دلوقتي بقى أنا عايز أرسم السقف بتاعي، ليه أكتر من طريقة، ممكن أختار من الأرتكشر وأقول له أنا عايز أرسم الروف من خلال الإكستروشن، ودي هتكون إن شاء الله أسهل. تمام، ممكن تقول له أنا عايز الروف باي إكستروشن، لك تختار البلان اللي أنت عايزه، هقول له مثلا الاتجاه دوت أوكي، وهبدأ أرسم الحيطة بتاعتي أو نفس اللي احنا عملناه لما جينا نرسم الماس دوت، من هنا لهنا اهوت، وأقول له موافق أرسمه بالشكل دوت. هبدأ أعلم على الحوائط، التلات حوائط دول والحتة دي برضه، أربع حوائط، وأقول له أتاش للسقف دوت، فبدأ يعملها لي بالشكل دوت. نقدر بقى نعمل اي شكل جمالي هنا، مثلا هقول له مثلا انا عايز ارسم موديل ان بليس، ده نوع حائط اوكي، اعمل اكستروشن. نقدر بقى نقول له على الحيطه ديت دي اعمل اي شكل جمالي انت عايزه. تمام، يعني ممكن تيجي ترسم كده مثلا بالشكل دوت، اهو حاجة مثلا بالشكل دوت، وتقول له اوبسيت، وتبدأ بقى ايه تكمل الخطوط بتاعتك اهيت. وناخد نفس الشكل دوت برضو الناحية التانية. يظهر عندنا حاجة بالشكل دوت، ونبدأ بقى نغير الخامات ونبدأ نحط الترابيزات. أقول له كومبوننت، عايز أقول له بليس كومبوننت لود فاميلي، وأروح داخل على الفرنتشر وأبدأ أشوف الترابيزات
بالشكل دوت وتبدأ تختار من هنا بقى المقاسات اللي انت عايزها. ممكن تبقى في حاجات كده ايه عائلية، كويس، او بالمقاسات الصغيرة زي ما انت عايز.